افتك الباحث المغربي عبد المجيد أهراء المرتبة الأولى لمسابقة البحث العلمي للمسرح عن موضوعه تحلل نظرية الدراما إلى تشكل جماليات ما بعد الدراما، ليحتل المرتبة الثانية عادل القريب عن بحثه في المسرح العربي من الإقصاء الشمولي للآخر. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب آمال بنو النيس عن موضوعها المسرح والحداثة المفقودة محاولة في التركيب. كما أن هذه المسابقة نظمت في إطار الطبعة التاسعة لمهرجان المسرح العربي بوهران ومستغانم، وتعتبر المسابقة الأولى من نوعها في عمر المهرجان. من جهة أخرى فإن الأعمال الثلاثة اختيرت من أصل 24 بحثا قدم للجنة التحكيم، فيما ستسلم الجوائز في حفل اختتام المهرجان المسرح العربي. التي أنجزها الباحثون الشباب، وهي الدورة الأولى التي تقام فيها هذه المبادرة على أرض الجزائر، وهي فتح كما قلت لأن تكون الجزائر هي المحتضن الأول. وطبعا هؤلاء الذين حصلوا على هذه الجوائز كأننا نهيئهم ليكونوا رجال الغد على مستوى الإبداع، على مستوى البحث، على مستوى الإنجاز المسرحي، وهذا هو الأهم بالنسبة إلينا. ربما تكون البداية متعثرة ولكنها البداية، ومازال مازال معناها تشرفت بأن أشارك في لجنة التحكيم للبحث العلمي. وطبعا قرأنا البحوث التي وصلتنا من الباحثين الشباب بكل جدية، وقع اختيار ثلاثة من بين المترشحين، وأرادت الهيئة أن تكون حصة نهائية لنسمعهم يتكلموا ونناقشهم. وطبعا نوع من التثمين لشغل الشباب والتحفيز على البحث العلمي، لكن في الآن نفسه سعي إلى التوجيه بما يمكن أن يسمح أنهم يتجاوزوا هينات البدايات وينطلقوا فيما هو أحسن وفيما هو يمكن أن يفيد النقد في مجال المسرح العربي. ديالها وعلى الاستضافة الطيبة، وأشكر الهيئة العربية للمسرح على النسخة الأولى من هذه المسابقة اللي كتحاول أنها تكتشف مجموعة من الأصوات الشبابية الجديدة اللي نتمنى دائما نكونوا في حسن الظن المتتبعين والأساتذة الأجلاء ديالنا. بخصوص لمسابقة البحث العلمي العربي كنسخة أولى، دائما كتبقى شرف أنك تشارك فيها وأنك تقدم جديد، ربما بعض الجديد اللي كنت لمسه في الطريق. في الموضوع اللي ديجا شاركت فيه هو المسرح الجديد، مسرح جديد من تحت تحلل نظرية الدراما لتشكل جمالية ما بعد الدراما، هو إعادة قراءة التراث بصفة عامة الغربي كنظريات، كيف يمكن أن تتشكل من جديد في التربة العربية وحتى التربة الغربية، في اشتغالاتها بفن الأداء، في اشتغالاتها بفن فرجة المواقع، في اشتغالها بالبعد الوسائطي. يعني هذه الحركة اللي كتبتها التقنية، ما دورها في الآن في المسرح العربي، وما إشكالاتها وارتباطاتها وأسسها، وكيف يمكن للمسرح العربي وحتى المخرجين والمؤلفين أن يتعاملوا معها، وكذلك كيف يمكن للنقاد أن نقارب هذه الدراماتوجيا الجديدة بعد أسئلة الكلاسيكية وبعد أسئلة الحداثة. أولا نشكر جريدة الجمهورية، بالنسبة للبحث عنوانه موسوم بالمسرح العربي من إقصاء الشمول آخر إلى فضاء الهجنة والاختلاف، وحاولت فيه أن أتطرق إلى ثلاث محاور رئيسة. محور أول يتعلق بمحاولة تأصيل المسرح العربي في البلدان العربية من خلال نماذج معينة، عز الدين المدني، عبد الكريم برشيد وغيرهما. والمحور الثاني يتعلق ببعض الآراء القائلة بالانفتاح الثقافي والهجنة المسرحية، ومن بينها قالبنا المسرحي توفيق الحكيم وبيانات سعد الله النوص، وبعض الآراء النقدية كرأي الدكتور حسن المنيعي وخالد أمين وغيرهم. ثم أيضا في المحور الثالث حاولت أن أطرح رؤية خاصة بي كباحث شاب يحاول أن يساهم في تطوير الممارسة المسرحية العربية، وذلك بالوقوف عند مجموعة من يعني الاقتراحات التي يمكن أن تساهم في نضج المسرح العربي وفي الدفع به إلى الأمام. وطبعا حاولت أن ألخصها، من بينها مثلا ربط التنظير المسرحي بالعمل المختبري يعني بالركح،
ثم ايضا انفتاح على تجارب مسرحيه اخرى ليس بالضروره غربيه او اوروبيه امريكيه، وانما تجارب اخرى مغايره اسيويه افريقيه امريكيه لاتينيه الى غير ذلك. والجوهري في هذا هو ايضا حب المسرح كفن، بحيث اننا ننسعى دائما الى الجوائز الى المنح الممنوحه بسببه الى غير ذلك، وانما ان نحبه كفن لان حب الشيء يمكن ان يسهم بشكل او باخر في تطويره في رقيبه الى غير ذلك. في مهرجان المسرح العربي هي في اطار مسابقه البحث العلمي للباحثين الشباب دون سن 35 سنه. طبعا البحث الذي تاهل لهذه النهائيات هو بعنوان الحدث المسرح والحدث المفقوده في المغرب في المسرح المغربي طبعا، وهي محاوله في تركيب مجموعه من النتائج اللي اشتغلت عليها في بحث ودراسه طويله منذ عده سنوات طبعا. وهذا البحث يهتم برصد ديناميه المسرح المغربي ووضع اليد على ابرز التجارب الجديده المتجدده لخريجي المعاهد والمؤسسات الجامعيه، ثم نتمنى التوفيق لجميع المشاركين.